السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات قناة أقوى العروض في السعودية. الجولة بتاعتنا النهاردة من العروض الرمضانية في الدنوب، والعروض دي بداية من يوم 8 إلى يوم 14 مارس. يا جماعة هنشوف مع بعضينا أقوى العروض الموجودة في مرق الدجاج ماجي اللي هي 24 حبة، نزل عليها عرض من 24 وربع إلى 19.95 هللة. شايفينها بقى، هم عاملينها بطريقة حلوة كده. شوف برضو ايه تاني اللي نازل في دي، كلها منتجات ماجي. في هنا الشعرية، الشوربة، شوربة الدجاج بالشعرية دي نازلة من 6.75 ل 5.95 ريال، اللي هي الشوربة دي شوربة مال. طيب نتابع معاكم شارع العروض. في هنا خليط البيتي كروكر، خليط البيتي كروكر منتجات رمضانية، نزل عليه عرض من 13.95 هلل ل 9.5، الواحدة 360 جرام، اللي هو على خليط الفطائر. خليط الفطائر ده لحد يوم 14 مارس طبعا العرض، هو خليط الفطائر. برضو نكمل معاكم ونشوف اهم العروض. شوف برضو هنا، شوف عروض، في عروض حلوة على الصلصة قدامنا اهي، شوفها مع بعضينا. برضو في عروض على الزيوت، في حاجات حلوة يعني. في عروض هنا على الصلصة اللي هي صلصة ندى، نازلة ب11 ريال الواحدة، الواحدة 8 × 135 جرام ندى، كميات كبيرة ما شاء الله، نازلة من 14 ل11 ريال لحد يوم 14 مارس من عروض رمضان. شوف برضو هنا في عروض على الزيوت، في زيت العربي حصري للأعضاء، الاتنين مع بعضهم الواحد لتر ونص، نازلة من 44 ل28 ريال. في برضو زيت هالة جنبه على طول، هو زيت هالة ده دوار شمس لتر ونص، نازل من 19 ل13 ريال زيت هالة. في برضو عروض الأرز، في أرز بنجاب الشعلان اللي هو 5 كيلو، ده نازل من 42.25 هللة لكام؟ ل32 ريال، أرز بنجابي الشعلان. في أرز اللي هو جرين فارم الأبيض، ده 10 كيلو نازلين من 88 ل63 ريال، عروض حلوة على الأرز. فيه أبو سنبلتين كمان، 10 كيلو نازل من 75 ل56 ريال. نشوف بقى، في برضو هنا عرض على الصلصة اللي هي السعودية، الصلصة السعودية اللي هو كام؟ 16 حبة، 16 حبة يعني 14 وكام واتنين مجانا، نزل عليهم عرض من 28 ل22.5، والعرض ده حلو جدا حلو جدا يعني، 8 و8 16، الواحدة ب11.25 مثلا، فهتلاقي العرض ده كويس جدا على الصلصة السعودية اللي هو الحجم الكبير اللي هما 16 مع بعضيهم، 14 + 2 فري. دي الصلصة السعودية، نزل عرض من 28 ل22.5. كمل معاكم هتلاقوا بقى في حاجات كده، 1+1 مجانا، يعني حاجات حلوة، ولكن تخلي بالك ان الصلاحية بتاعتها الرابط تخلص يعني. في برضو عروض حلوة جدا على الشوكولاتة، هي الشوكولاتة كمان هنا في عرض على الشوكولاتة حلو، عرض اللي هو جواهر اللي هو كام؟ اللي هو 650 جرام، 1+1 مجانا برضو، 1+1 مجانا. في عرض هنا كمان على الشوكولاتة دي اللي هي الماكس، دي اللي هي المارس والسنيكر والباونتي طبعا الواحدة وزنها 710 جرام، نازلة من 55 ل43 ريال، 1+1 مجانا برضو. وبرضو هتلاقوا الحمرة دي 500 جرام، 1+1 مجانا برضو ب43 ريال. دي طبعا يعني حاجات برضو زي ما بقول لكم كده،
الصلاحية بتاعتها يعني هتلاقي فيها فترة، لأني في أنواع نفس النوع برضو هنا تلاقي كيس واحد فقط بنفس السعر 43، ده بيكون لسه صلاحيته كبيرة يعني. فدي عروض على الشوكولاتة. في عروض برضو هنا على المكرونة، مكرونة اللي هي البريفيتو لمدة أسبوع، ده لمدة 3 أيام، دي لحد يوم 10 مارس، 2 زائد 1 مجانا بدلا من 19.5 نازلة 11، ولكل عميل 2 مجموعة أو عرضين فقط اللي هي البريفيتو. في برضه هنا المكرونة اللي هي جودي دي ب6 ريال، جودي ب6 ريال، يعني مش نازل عليها عرض، هي أصلا ب6 ريال. طيب شوف بقى الشوفان، الشوفان في عروض هنا على الشوفان اللي هو الكويكر اللي هو 500 جرام، ده نازل ب8 ريال بدلا من 13 ريال، 8 ريال بدلا من 13 ريال. وفي نوع تاني من الشوفان هو نازل ب7 ريال بدلا من 11.5، ده برضو 0.5 كيلو أو 500 جرام. طبعا الشوفان بيكون أشهر فمعروف يعني جدا. في برضو هنا عرض على صلصة العلالي اللي هي الإزاز، دي برطمانات إزاز 7 زائد 1 مجانا، 8 في 130 جرام، نزل عليها عرض من 17.5 لتلتاشر ريال أو 12.95، هذا اللي هي صلصة العلالي. شوف برضو في عروض هنا على البقوليات، شوف عرض البقوليات هنا. في هنا النوع ده من البقوليات هو ناشونال 1 زائد 1 مجانا ب8 ريال، الواحد كامل واحد فيه 50 جرام، وفي 100 جرام، وفي 400 جرام، وفي كام، 140 جرام، في 140 جرام، يعني كل الأحجام دي 1 زائد 1 مجانا. طيب هتلاقوا هنا برضو في بقى منتجات عافية، منتجات عافية برضو هنا نازل عروض. في العدس 400 جرام نازل ب5 ريال بدلا من 8 ريال، وفي الفول الحب ده اللي هو الفول المدمس اللي بيتعمل فول مدمس نازل ب4.5 بدلا من 7، 400 جرام. في برضو الفشار 400 جرام نازل ب4 بدلا من 5.5، برضو فشار عافية ده اللي هو 800 جرام نازل ب7.5 بدلا من 11.5. العدس اللي هو الأحمر، العدس الأحمر نازل ب9.5 بدلا من 15، والعدس ده العدس البني، مكدون عدس أحمر. في هنا العدس الأحمر 800 نازل ب10.5 بدل من 15.5. اللوبيا دي فيها بيقول لك لوبيا عين سوداء، فيها حتة زي العين كده السوداء، 800 جرام نازلة ب13 بدل من 19.5. دي عروض شركة عافية على البقوليات. في الفول، الفول اللي هو 800 جرام نازل ب9.5 بدل من 14. في هنا السميد، سميد خشن وسميد ناعم عافية برضو 400 جرام نازل ب4.5 بدلا من 7، والعدس الأحمر 5 ريال بدلا من 8 اللي هو 400 جرام. في حمص برضو 400 جرام 7 بدلا من 10.5. كل منتجات عافية دي هتلاقوا عليها عروض. في الحجم الكبير برضو اللي هو السميد الناعم والخشن 800 جرام نازل ب9.5 بدلا من 14 ريال. وفي هنا الحمص برضو نازل ب9.5 بدلا من 15 اللي هو 800 جرام، 800 جرام. في برضو هنا عافية برغو الخشن نازل 6 بدلا من 9.5 اللي هو 800 جرام. في عدس أحمر 1.5 كيلو 17 بدلا من 26.5. العروض دي كلها لحد 14 مارس يا جماعة. السميد برضو نازل هنا 14 بدلا من 22.5 عافية اللي هو 1.5 كيلو، شركة عافية. دي عروض على البقوليات شركة عافية. شوف برضو في الهيل هنا برضو نازل عرض على الهيل اهو، ناس كتير بتسأل على الهيل وبتهتم بالهيل. الهيل اللي هو 250 جرام عافية نازل من 52 ل22، يعني تخفيض 30 ريال،
الفيل، الفيل اللي هو عافيه 250 جرام. طيب نشوف بقى حاجة تانية، نشوف معاكم برضو، تعالوا نشوف الحليب والمية في الحتة دي. الحليب نشوف الحليب في الأول كده، في المية اللي هي أكوافينا اللي هو 6، طبعا أكوافينا دي تبع شركة بيبسي، والنوع ده من المية حلو جدا، الصوديوم بتاعه بيكون 4. عاملين فيديو عن الموضوع ده في القناة، ازاي تختار افضل نوع مية. هنا نازل من 8.5 لـ6 ريال، 6 في 1.5 لتر. نشوف الحليب، الحليب عندك هنا اللي هي الصافي، الصافي 4 نازلين ب21 بدلا من 24، 21 بدلا من 24، 4 لتر الصافي، شركة الصافي. في عرض حلو على الصافي اللي هو الكرتون 185 ملي، في 18، الكرتون في 18 نازل من 36 لـ28.5، اللي هو بالموز وبالشوكولاتة وبالفراولة. طيب احنا عايزين برضو نشوف اهم انواع الحليب، في هنا برضو المية اللي هي اروى دي 3%، الصوديوم بتاعها 3%، حلوة برضو نازلة ب7 ريال بدلا من 10 ريال، 6 في لتر ونص. نكمل معاكم الحليب، في حليب ندى، حليب ندى اللي هو الشوكولاتة والفراولة، الشوكولاتة والفراولة اللي هو 125 ملي في 18، نازل من 22.5 لـ18.5، اللي هو ندى، شركة ندى. اللي هو بقى ايه 185 ملي، نازل من 36 لـ24.5، حلو جدا، 36 نزل 24.5، اللي هو ندى 185 في 18 حبة الكرتون. طيب نشوف في عرض على نادك، حليب نادك 4 لتر مع بعضهم نازلين من 24 لـ19 ريال، 19 ريال بدلا من 24. في هنا كرتون نادك بقى، الحليب اللي هو الكرتون اللي هو 12 لتر، 61 بدلا من 72، اللي هي نادك دي. في عبوة اقتصادية كام، 6 لتر، يعني نص كرتونة، نص كرتونة هنا نزل ب30 بدلا من 36، يعني هما عشان الحليب ارتفع الفترة الأخيرة فعملوا عبوة سموها العبوة الاقتصادية دي في شركة نادك، يعني 6 لتر بدلا من 12 لتر، نزل هنا عليها عرض بكام، ب30 بدلا من 36، واللي هي 12 لتر نازلة ب61 بدلا من 72، يعني تقريبا هو نفس السعر. في هنا حليب المراعي، الكرتون في حليب المراعي نازل ب65 بدلا من 72، الكرتون برضو في 12 لتر نازل ب65. في عرض حلو جدا على هو حليب السعودية، هنشوفه برضو، حليب السعودية نازل 56، كل عميل ليه ان هو ياخد 2 فقط، اهو حليب السعودية نزل عرض حلو جدا هنا، حليب السعودية نازل بكام، ب56 لكل عميل 2 فقط، حصري للعملاء، يعني تشتري برقم الجوال يا جماعة، أعضاء برنامج الولاء يعني برقم الجوال، نزل من 70 لـ56 ريال لمدة كام يوم، يعني عرض أسبوعي ولا 3 أيام، لا عرض أسبوعي لحد يوم 14/3. في اللي هو بقى إيه، حليب السعودية اللي هو 24 في 200 ملي، برضو نزل عرض حلو هنا، بدلا من 48 نازل 36 ريال، 36 اللي هو ايه 24 في 200، اللي هو 200 ملي، برضو ده من الانواع برضو اللي عليها طلب حلو. يعني في برضو هنا حليب اللي هو حليب السعودية اللي هو ايه 200 ملي في 18، الكرتون في 18، نازل بكام، نازل ب30 بدلا من 35، اللي هو بالفراولة وبالموز وبالشوكولاتة. ده يعني شركة السعودية عاملة عروض حلوة جدا. وبرضو في هنا الحليب اللي هو العضوي، الحليب ده حليب عضوي، الحليب العضوي ده بيكون سعره غالي شوية،
نازل اللتر نازل من 30.5 لخمستاشر ريال، يعني يعتبر اللي هو الاتنين حبة، يعني الاتنين حبة ولا ايه؟ الاتنين حبة اهو، 2 بيس من حبة لحد يوم 14 مارس، برضو نازل بدلا من 30.5 نازل 15 ريال. طيب نشوف كده، احنا شفنا عروض الحليب، شفنا عروض الحليب وشفنا برضو عروض المية، نشوف برضو في عروض الحليب المراعي هنا اللي هو اللي هو الفواكه المراعي اللي هو ايه، 200 ملي، 200 ملي الكرتون فيه 18 نازل ب31 بدلا من 36 اللي هو الحجم اللي هو 200 ملي. بكده احنا شوفنا كل عروض الحليب، نشوف بقى ايه عروض حاجة تانية. عايزين نشوف عروض ورق العنب، يعني ناس كتيرة بتسألنا على ورق العنب، فاحنا بقى عايزين نشوف عروض ورق العنب. في عرض هنا على العلالي، العلالي ده حجمه 970 جرام، نازل عليها عرض لحد يوم 14 مارس من 24 لـ17.5، 17.5. في برضه هنا فودز كام، 1000 يعني كيلو، يعني نازل من 25.5 لـ16 ريال. فودز عاملين فيديو جايب مشاهدات حلوة جدا على ازاي ان انت تختار افضل نوع ورق عنب، وشارحين معلومات حلوة جدا يعني، وجايب حوالي 28 ألف مشاهدة. طيب نشوف عروض الزيوت، عروض الزيوت. اول حاجه هنشوف زيوت نور، نور اللي هو الكانولا، ده نازل بكام، نازل من 24 لـ18 ريال، من 24 نازل 18 ريال اللي هو الكانولا اللي هو نور ده لتر ونص. في برضو نور اللي هو ايه اللي هو 2 في لتر ونص ومعاهم واحده 500 ملي، ده نازل برضو عرض هنا، دي عروة التوفير، نزل عرض من 61.75 هلل لـ43 ريال، 3 دول مع بعضيهم 43 ريال. كده احنا شفنا زيوت اللي هي شركة نور. في هنا زيوت النخلتين 3 لتر، يعني الواحدة 1.5 لتر الاتنين مع بعضيهم، نزل عرض من 31.5 لـ25، وبيقول لك لكل عميل 2 فقط، يعني عرضين فقط، يعني في ناس واخدة منه هو النخلتين، ده زيوت نباتية وزيوت نخيل، زيت نباتي للآلي. في زيت هالة، احنا شوفنا زيت هالة والناس واخدة منه هو، في حبة هناك جوه، هي زيت هالة ده نازل بـ13 ريال، ده زيت دوار شمس زيت هالة. في زيت مازولا اللي هو زيت دورة مازولا 1.5 لتر نازل بـ27 بدلا من 38، وزيت هالة زي ما احنا شوفنا 13 ريال. طيب كده احنا برضو ماشيين كويس. هو في شركة شمس زيت دوار شمس 2 في لتر ونص نازل عليهم عرض من 46 لـ29 ريال، لـ29 ريال، الاتنين مع بعضهم 29 ريال، يعني واحدة 14.5. في هنا زيت الكانولا، زهرة الكانولا ده اللي قدامنا ده 2 في لتر ونص نازل بـ37 بدلا من 45.75 هلل اللي هو الكانولا ده. زيت العربي زي ما احنا شوفنا في البداية خالص، نزل الاتنين بـ28، يعني الواحد بـ14 ريال، ده زيت نباتي العربي، الاتنين مع بعضهم 28، يعني الواحدة تعمل لها 14 ريال. كده احنا خلصنا الزيوت، نخش بقى على ايه، على السمنة. في عروض على السمنة هنا، هي سمنة المراعي اللي هي 400 جرام، نازل عليها عرض الـ400 بـ21 ريال بدلا من 28 ريال اللي هي المراعي. في مازولا 1 لتر، يعني 1 كيلو، يعني سمن نباتي، نازل برضو عليها عرض من اللي هو الكيلو ده، نازل بـ23 بدلا من 29، مازولا 29. برضو احنا عاملين فيديو حلو جدا وجايب مشاهدات حلوة جدا على ازاي ان انت تختار افضل نوع سمنة، جايب مشاهدات جميلة جدا. يعني هنشوف بقى عروض زيت الزيتون، عروض زيت الزيتون. في زيت الزيتون اللي هو كوبوليفا، ده انا بقول عليه على طول زيت اسباني، هو زيت اسباني،
نازل ال 500 مللي، نازل 500 مللي من 22 ل 13 ريال، وال 250 مللي نازل ب 8.5 بدل من 13.75. هذا وبرضه احنا عاملين فيديو موضحين فيه ازاي ان احنا نعرف افضل نوع زيت زيتون، لان الانواع كتير جدا، وزيت الزيتون ده بالذات من الانواع المهمة جدا لازم يكون عندك، وفي نفس الوقت لازم تختاره بعناية شديدة جدا. في حاجات كده تختار عليها، يعني اللي هو طبعا افضل نوع اللي هو بيكون زيت زيتون بكر ممتاز، عصرة اولى على البارد، درجة الحموضة بتكون اقل من 1%. حاجات كتيرة احنا شرحناها في فيديو مهم جدا موجود في القناة. في زيت زيتون برضو المراعي 250 ملي نازل ب9 ريال بدلا من 12 ريال. الوزير اتنين مع بعضيهم زيت زيتون بكر ممتاز، الوزير اتنين في 500 ملي، ده عرض حلو جدا ومن الانواع الحلوة جدا. اللي هو الوزير ده زيت بكر ممتاز، اتنين في 500 نازل من 37 ل 30 ريال، يعني الواحدة بخمستاشر ريال. نكمل برضو في زيت زيتون عافية. زيت زيتون عافية 1 لتر نازل من 46 لكام؟ ل27 ريال، اللي هو 1 لتر. طبعا عافية دي يعني معروفة، يعني انها افضل من افضل الانواع، يعني لم يكن هو افضل نوع. في نادك اللي هو ال2 لتر نازل من 100 ريال ل77 ريال. ده زيت زيتون عضوي بكر ممتاز، عصرة أولى على البارد، 2 لتر، يعني من الأنواع الحلوة جدا ومن أفضل الأنواع كمان موجودة في السوق. 1 لتر نازل بكام؟ عضوي ده كمان 1 لتر نازل ب39 بدلا من 54. وفي اللي هو حجمه 250 ملي، ده نازل ب12 ريال برضو نادك. دي كل عروض زيت الزيتون يا جماعة. وشوفنا هنا في الناحية التانية عروض الزيوت كلها. نشوف بقى ايه، نشوف الأرز. والفيديو طبعا 23 دقيقة، فاحنا ممكن هنعمل فيديوهين على العروض. احنا نشوف بقى المكرونة الأول. في المكرونة دي مكرونة إيطالية، الكيس نص كيلو، الحبة نازل من 8 ريال ل7 ريال. ده أول حاجة في المكرونة. في نوع تاني من المكرونة، هو نوع تاني من المكرونة ده 500 جرام برضو، الواحدة نازلة من 7 ل5.5، من 7 ل5.5، نص كيلو. في نوع من الشعرية المحمصة دي، الشعرية دي ناشونال، اسمها ناشونال. الكام حبة؟ الخمس حبات نازلين من 12.5 ل7.5. خمس حبات نازلين من 12.5 ل7.5، يعني 5 ريال تخفيض. برضو هنا في عروض المكرونة، في اللي هو تريفيا او تريفا اللي هو البنفسجي دي، ده 400 جرام، الاربع حبات نازلين ب10 بدلا من 13.5. في برضو هنا عروض على مكرونة انواع تانية، الكيس هنا ب8 وب7، يعني نسيبنا منها دي. في هنا شوربة الدجاج اللي هي شوربة ماجي، نازل الحبة من 8 ل6، أو من 8.25 ل5.95 هللة، 54 جرام. اللي هي الشوربة كلها دي نازلة عروض. في أنواع هتلاقي مكتوب عليه عرض خاص اتنين مع بعضيهم بنفس السعر. طبعا تخلي بالك من الصراحة زي ما احنا قلنا. في هنا مرق الدجاج ماجي 24 حبة نازلة ب20 بدلا من 24.25. طيب شوف الناحية التانية برضو دي. في هنا انواع برضو تانية من المكرونة. هنا في صلصة المكرونة اللي هو اسمها ديت، 400 جرام نازلة من 16 ريال ل12 ريال. دي صلصة مكرونة. في النوع ده من المكرونة نازل عليها عرض برضو، الحبة نازلة من 11 ريال ل7 ريال، الحبة 500 جرام. برضو هنا البريفيتو عرض لحد يوم 10/3، نازل عرض يعني لحد يوم الجمعة، لحد ما الفيديو هينزل هيكون العرض خلص. 2+1 مجانا لكل عميل عرضين، نازل التلاتة ب11 ريال بدلا من 19.5. المكرونة دي غلت جدا هي وجودي. في جودي اللي هي ايه، جودي اللي قدامنا دي، ده اسمها هو،
ده اسم المكرونة. طبعا دي بتتعمل بالصلصة بقى، شكلها جميل جدا. هي دي نازلة ب6.5 بدلا من 10 ريال. في مكرونة جودي لازانيا نازلة ب8.5 بدلا من 13.5. نشوف برضو جودي اللي هي الحمرة دي، مش نازل عليها عروض، الحبة ب6 ريال. في صلصة المكرونة دي ولا ايه؟ عرض خاص بدلا من 32 ل24. دي نوع من صلصة الطماطم المستوردة، اللي هي مش دي طبعا، احنا مش عارفين الاسم بتاعها ايه بالظبط يعني. دي صلصة الطماطم دي 700 جرام، نازلة 132 ل24. دي نوع من الانواع المستوردة. طيب نشوف برضو، احنا كده خلصنا المكرونة، نشوف الأرز. نشوف الأرز، قبل ما نشوف الأرز هنوريكم صلصة السعودية دي، اللي هي احنا قلناها في بداية الفيديو، 14 × 2 مجانا، يعني 16 واحدة. نزل عليها عرض حلو جدا، 22.5، يعني الواحدة ب11.25، فيعني حلوة، يعني هتلاقوها كويسة، يعني عرض كويس، من 28 نازل 22.5. نشوف عروض الأرز كده في الشارع، العروض ده نشوف العروض هنا. ده مش عرض، ده سعر عادي، فاحنا خلينا في العروض. العروض هنا في اللي هو الجرين فارم ده وأبو سنبلتين، ده احنا شفناه في البداية خالص. طيب نلف كده ونرجع تاني، هنلاقي برضو في عروض تانية على الأرز هنا. طب نشوف التونة بالمرة، لأن احنا جنب التونة. هنا في تونة ريم، تونة ريم دي من الأنواع الحلوة، 185 جرام، نزل عليها عرض ال2 حبة بدلا من 13، 9.95 ريال. هللة. في فريشكو اللي هي 100 جرام، نازل 2 حبة ب9.5 بدلا من 14.85. هللة. في تونة الخير اللي هي للسندوتشات دي، 80 جرام، نازلة من 6 ريال ل4 ريال. والخير اللي هي بالماء والملح الزرقاء دي برضو ب4 ريال بدلا من 6 ريال، او بدلا من 5.25، 95 جرام. في تونة الخير اللي هي 185 جرام، نازل 2 حبة من 17.5 ل11 ريال، اللي هي الماء والملح والمتماسكة دي. في اللي هي للسندوتشات دي حلوة جدا، دي 185 جرام، نازلة ب6.5 بدلا من 9 الواحد. ده احنا شفنا التونة. في تونة برضو جودي، في جودي هنا، جودي اللي هي السندوتشات دي، 3 حبات، الواحدة 185 جرام، نازلة من 28.5 ل20.5، 20.5. في تونة برضو اللي هي جودي اللي هي 90 جرام، ال2 حبة نازلين من 11.5، 7.95 ريال. ده الحجم الصغير. كده احنا شفنا كل عروض التونة. طيب تيجوا برضو نشوف هنا الفيمتو، يعني هنختم الفيديو الاولاني ده، هنسميه الجزء الاول، وهنكمل معاكم باقي العروض في الجزء الثاني. يعني في هنا عرض حلو جدا على الفيمتو، والكل عميل حبتين فقط، نازل من 19 ريال ل11 ريال الحبة. شايفين ناس كتير واخدة منها، ده برضو لمدة 3 أيام فقط لحد يوم 10 اللي هو الجمعة. طيب في برضو تونو ده زي الفيمتو كده، نزل من 17.5 ل13 ريال، ده لحد يوم 21 مارس، لحد يوم 21 مارس اللي هو تونو. التانج ما فيش عليه عروض، يعني احنا مش شايفين حاطين عليه عروض. نكمل برضو كده، نكمل هنا في الطحينة. الطحينة نزل عرض على اللي هي 450 جرام، الكسيح الذهبية دي نزل من 21 ل13 ريال الطحينة. في برضو الحمص فريشلي ال2 حبة، 560 جرام، من 11.5 ل9 ريال. وبرضو بيب 580 جرام، نازلة من 11.5 ل8.5 ال2 حبة، اللي هي 580 جرام. وهنا برضو فريشلي دي ال2 حبة،
ده عروض على الحمص. في برضو هنا عرض على الفاصوليا الحمراء اللي هو العملاق الأخضر 420 جرام، الحبتين نازلين من 13.5 لـ10 ريال. في برضو هنا فاصوليا حمراء شركة بي بـ3 حبات 400 جرام، نازلين من 14.85 لـ9.5. في هنا برضو حمص حب الكسيح 3 حبات نازلين من 12.75 لـ8 ريال، الواحدة 390 جرام. ده حمص حب 3 حبات بـ8 بدل من 12.75. الفول المدمس ندى دي 400 جرام، كل الأنواع هنا نازلة 2.5 بدلا من 6 ريال، الواحدة بـ2.5، يعني 4.10 اللي هي ندى. ده فول مدمس. في برضه فول مدمس لونة الـ4 حبات بـ8.5 بدلا من 15، وده عرض حلو جدا وناس كتير واخدة منه. فول مدمس لونة لحد يوم 14 مارس، الـ4 حبات الواحدة 450 جرام. دي عروض الفول المدمس. ما عايز اخلص حتى البقوليات دي قبل ما الفيديو يفصل. الفيديو بيجي عند 33 دقيقة وبيفصل لوحده. في برضه عروض الذرة. في هنا الحبتين 570، ده الأناناس، ده الأناناس قطع أناناس نازلة من 16.5 لحد 10.5، الشركة اللي قدامنا دي الواحدة 570، الحبتين 10.5 بدلا من 16.5. في الحجم الصغير دي فواكه مشكلة 420 جرام بـ6 بدلا من 8.75، برضو نفس الشركة. قطع الأناناس اللي هي جودي الـ2 حبة الواحدة 568، 11 بدلا من 16 ريال. في برضو هنا جودي الذرة الواحدة 340، الحبتين بـ8.5 بدلا من 13، 340 جرام. في برضو الشركة دي 340 جرام الـ3 حبات بـ11 بدلا من 17.85. وفي النوع الأصغر شوية اللي 426 جرام 3 حبات بـ11 بدلا من 11.5. في الذرة برضو عرض الحلو هنا في ريم الـ2 حبة 340 جرام 7 ريال بدلا من 10.5، و425 جرام الـ2 حبة بـ6.95 بدلا من 11.90. هلا طيب في ايه تاني؟ الفطر، فطر مقطع شرائح جاهز للاكل على طول اللي هو جودي 400 جرام بـ3 حبات بـ15 بدلا من 25.5. الطماطم المقطعة ريكو 1+1 مجانا 400 جرام الاتنين بـ7 ريال اللي هي 400 جرام ريكو. طبعا شوفنا احنا كل اللي هو الصلصة ده، والفيديو الاولاني ده هيخلص وهنكمل معكم الجزء التاني ان شاء الله في جولة الدانوب، في عروض الدانوب من يوم 8 الى يوم كام؟ من يوم 8 الى يوم 14 مارس ان شاء الله. بنكمل معكم الجزء التاني، هيكون برضو فيه باقي المواد الغذائية. دي منتجات رمضانية كلها دي.